بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 203. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن الأطعمة، ما يحل منها وما يحرم، وها نحن في هذه الحلقة نواصل الحديث في هذا الموضوع فنقول: ويحرم من الحيوانات ما يستخبث كالحية والفأرة والحشرات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه، فمن أكلها مستحلا لها استتيب، ومن اعتقد التحريم وأكلها فهو فاسق عاص لله ورسوله، انتهى. وتحرم الحشرات لأنها من الخبائث. ويحرم من الحيوانات أيضا ما تولد من مأكول وغيره، كالبغل من الخيل والحمر الأهلية، تغليبا لجانب التحريم. هذا وقد أجمل بعض العلماء ما يحرم من حيوانات البر في ستة أنواع، وهي: أولا، ما نص على تحريمه بعينه كالحمر الأهلية. ثانيا، ما وضع له حد وضابط كما له ناب من السباع أو مخلب من الطير. ثالثا، ما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب. رابعا، ما يستخبث كالفأرة والحية. خامسا، ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل. سادسا، ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله كالفواسق الخمس والهدهد والسرد. وما عدا ما ذكر من الحيوانات والطيور فهو حلال على أصل الإباحة، كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والحمر الوحشية والضبا والنعامة والأرنب وسائر الوحوش، لأن ذلك كله مستطاب فيدخل في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات. ويستثنى من ذلك الجلالة من البقر والإبل وغيرها، وهي التي أكثر علفها النجاسة، فيحرم أكلها عند جماعة من أهل العلم، لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر نهى عن أكل الجلالة وألبانها، ومن حديث عمرو بن شعيب نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها. وسواء في ذلك بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه، ولبن الجلالة وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهرة فقط. قال ابن القيم: أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت الطاهرات حل لبنها ولحمها، وكذا الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت، لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب، انتهى. وقال بعض العلماء: لا تحرم الجلالة لأن النجاسة تستحيل في بطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا مع كراهتهم لأكلها بدون حبسها. ويكره أكل بصل وثوم ونحوهما مما له رائحة كريهة، خصوصا عند حضور المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا. ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له منه ما يسد رمقه، أي يمسك قوته ويحفظها، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن اضطر إلى طعام غيره مع عدم اضطرار صاحب ذلك الطعام إليه لزمه بذله له بقدر ما يسد رمقه بقيمته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان المضطر فقيرا فلا يلزمه عوض، إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم غيره به، انتهى. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد أو حبل أو دلو لاستقاء ماء وكقدر لطبخ وجب بذله له مجانا مع عدم حاجة صاحبه إليه، لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله: ويمنعون الماعون. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما: الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم،
ويتعاورونه من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. روي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم. وليس له صعود شجرة ولا رميه بشيء ولا الأكل من مجموع إلا لضرورة. فتلخص أن للمار بالبستان أن يأكل من ثمره بشروط: الأول أن يكون لا حائط عليه وليس عنده حارس، الثاني أن يكون الثمر على الشجر أو متساقطا عنه لا مجموعا، الثالث أن لا يحتاج إلى صعود الشجر بل يتناوله من غير صعود، الرابع أن لا يحمل معه منه شيئا، الخامس يشترط عند الجمهور أن يكون محتاجا، فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يجز له الأكل. وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، أما المدن فلا تجب فيها الضيافة لأنه يجد فيها المطاعم والفنادق فلا يحتاج إلى الضيافة بخلاف القرى والبوادي. ودليل وجوب الضيافة في الحالة المذكورة قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. متفق عليه. فدل الحديث على وجوب الضيافة لقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. وتعليق الإيمان بإكرام الضيف دليل على الوجوب. وفي الصحيحين: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وقصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ضيفه وتقديمه العجل لهم تدل على أن الضيافة من دين إبراهيم عليه السلام، وتدل على أنه يقدم للضيف أكثر مما يأكل، وهذا من محاسن هذا الدين ومن مكارم الأخلاق التي لا تزال متوارثة في ذرية إبراهيم عليه السلام حتى أكدها الإسلام وحث عليها. بل إن دين الإسلام جعل لابن السبيل حقا ضمن الحقوق العشرة المذكورة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وابن السبيل. وقال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. بل جعل له حقا في الزكاة ضمن الأصناف الثمانية، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به. فلله الحمد على هذا الدين الكامل والتشريع الحكيم الذي هو هدى ورحمة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.